وين العقيلة زينب سلام الله عليها؟ وإذا بها بالكوفة ويوم آخر بالشام، وكأني بها صلوات الله عليها لما رجعت إلى المدينة وقفت أخذت بعضادة باب المسجد، صاحت ثلاثا: ومحمدا ومحمدا ومحمدا، هذا حسينك بكربلاء مقطوع الرأس من القفا، تشتكي لجدها رسول الله. سعد الله قلبها لما وصلت إلى المدينة على كل هذه المصائب التي أصيبت بها، تغير أمرها، شاب رأسها، حدودب ظهرها، حتى أن أخاها محمد ابن الحنيفية ما عرفها، لما نظر إليها قال: أأنت زينب الهاشمية؟ قالت: لا يا أخي، أنا زينب المسبية. تقل والأخوة يكتن الحزن يا محمد، والأخوة أيو جمر يا سعهر بدلالي، والأخوة جيتك لا ولد عندي، والأخوة يا عفتهم جثث برض الغضرية، والله عفتهم جثث برض الغضرية يا ضري. تقل له: محمد يا اخويا ليش ما جيت فزع من دار وعلى حسين اهل الاطماع؟ اخويا ريتك يا اخويا تشوف عباس عباس طايح على المشرع مفضوخ للراس. يقول: سمعها اغمي عليه مولانا محمد، نعم اتى الي مولاي زين العابدين، حمل راس عمه وضع في حجره، قطرات من دموع افاق محمد، قال: علي هذا؟ قال: فداك علي عم يا محمد. قال: بني علي اين ابوك الحسين؟ قل له: محمد يا عم جيتك يتيم وما من معي غير الحريم. قل له: عمي عمي العباس عشاطي جهتي، ليتك يا عم تشوف حالتنا وسبينا. يقل له: عمي يا محمد يا عمي سبا وزينب، سبا وزينب يا عمي وما تترقيه.